تبارك الله، اللهم بارك. حط 100 تبارك الله تبارك الله. كاتريام حط 100 نديرو ليسانس، في كل 100 كيلومتر كندير 40 درهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايها الاخوه الكرام، حياكم الله بكل خير. جواب على التعليقات، واحد الاخ قال لي حبذا انك تطول الفيديو. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله، حاليا دابا ماشي مشكل غادي تطول الفيديو، المشكل هو المشاهد عيمل. يعني دابا حاليا تخيل دابا 10 دقائق وكل اللي كيخرج من 3 دقائق وكل اللي كيخرج من 4 دقائق، ولكن ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يعني يكون شي تصافير. اول حاجه خصني نبدل بعد هذا الكاسك، هذا الكاسك ماشي ديال السفر. مجرد ما كتوصل تفوت 60 كيولي يعني راه ما نقولكش بحال اللي غادي في شي طياره، تفوت 70 80 راه هذيك صافي، راه اش من غوت واش من زنزين واش من مصيبه صافي. اسكو ضعيف ماشي ديال السفر. نستناو الشطوب يشعل. في هذا الفيديو الاخوان غنجاوب على واحد التعليق كذلك ديال واحد الاخ سولني على البيكر 10. هذه الشركه ديال البيكر الاخوان شركه تبارك الله راه ما شاء الله عليها، يعني شركه كتمتاز بجوج ديال الاشياء، كتمتاز بالقيمه مقابل السعر. يعني هذيك الفلوس اللي كتدفعها كتاخذ مقابلها واحد الموتور اللي هو يبيع لك الطلب ديالك. عدم تقع بعض الاصدارات هذه الشركه ديال البيكر، عندهم هذا البيكر بيدو اللي عندي دابا وفيه الوان، وعندهم كذلك البيديس في 10 اللي هي كلاسيكيه، فيها كذلك جوج اصدارات، فيها ديال 49 سي سي وفيها ديال 125 سي سي، هي اللي سولني عليها الاخ، وفيها الوان كذلك. وعندهم كذلك واحد الفئه اخرى ديال 49 سي سي اللي هي هذوك الفئه اللي هي مواطر مقزبين، اللي ما كنصحش بهم حتى شي واحد، هذوك الفئه ديال هذيك المواطر. المهم هو الفرق اللي كاين هو في الرويده ديال البي 10، رويده كبيره ديال 18، وكرابويات ماشي بحال هذه ستريت، كرابويات عندها دوك النقشات كيكونوا على برا، كتكون مديره البيست والطرق غير معبده، كتكون مزيانه وكتمشي في الشانطي كذلك يعني بالكوترول، خلاف الرويد اللي كيكونوا ستريت اللي هما عندهم النقشات الداخل كيكونوا مولس. هادو لا، هادو فقط ديال الطريق اللي هي ديال المدينه، وصراحة زوينة يعني واقفة. شتا في سوق الأربع في البلاد الدراري بزاف راكبين عليها، صراحة موتور ناضي، موتور كيبان لك راكبين عليه جوج، كيبان لك موتور يعني من بعيد ما كتعطيش بأنه بيديس، كتعطي شي موتور كبير كيبان تبارك الله عامل. وعجبني صراحة موتور، بالنسبة للتقييم ديالي 9 نعطيه 9، موتور مخير كاع، السرعة ديالو تقريبا كتوصل حتى ل 100. بالنسبه للمميزات ديالو عنده تقريبا كيبان لي بزاف ديال المميزات اللي عنده. هذا هو الموتور الاخوان بيديس بي 10 سون 55، حيت فيه 49، هذا سون 55، هذا مزيان صراحه حتى في الشوفه زوين. هاد الجلدات الاخوان هذا دليل على ان الموتور كيمشي في البيست، كيمشي في البيست مزيان، تحت منهم كيكون واحد المونتيسور خاص بهاد القضيه هادي، وكيكون عالي، كيكون الطول ديال هذا المونتيسور كيكون عالي مع مقارنه مع الموتور اللي كيكون ما كيمشيش في البيست اللي هو بحال البيدو. الموتور تبارك الله كيبان واقف وحتى في الشوفه يعني عاطي العين. هذا هو الطابلو ديالو كما كتشوفوا، كيجينا بجوج ديال المؤشرات، هذا المؤشر ديال المؤشرات ديال السرعة، هذا ديال كيحسب الكيلومترات، وهذا كيحسب التريب، وهذا ديال الريجيم ديال الموتور ار بي ام ديال الموتور. صراحة زوين يعني كاين العشاق ديال هذا النوع. هذا صراحة التعليق هذا اللي كتب لي الاخ كون قريته وانا مازال في البلاد، كون خديته من عند شي واحد تما في الاخوان تما، خديت من عند الموتور ودرت له تيست رايد وصورته يعني ودرت له مقارنه يعني موتور حدا موتور، وكنتو غتشوفوا جميع الفروقات ديال الشكل. الفرق الجوهري بين البيديس اللي هو هذا وبين البيدو هو الاستعمال. هذا البيديس مخصص لجوج ديال الامور، مخصص للمدينه وكذلك حتى للباديه، يمشي في البيست بسبب ان عنده بنوات كبار ديال 18، وكذلك عنده كروبوات في البنو، عنده الفورج ديالو
عالي شي شويه، طويل شي شويه، وكذلك يكون كيبومبي مزيان في البيست. هذا هو الفرق الجوهري اللي بيناتهم. اما البيدو فقط المدينه، اما راه دخلتي به البيس وداكشي غير فقط يعني تعدى عليه وصافي. الا جات الظروف راه انت تدخل به ماشي مشكل، ولكن ماشي مخصص للبيس. هذا هو الفرق بيناتهم. المهم نشوفوا واحد الفيديو اخر ديال واحد الاخ كان دار له تيست رايد ركب عليه، وشوفوا الانطباعات ديالو على الموتور. ايوا الدراري معكم السوسي راه يضل في النيفو فيديو ان شاء الله. لا فيديو تكون تيست رايد ديال بايكر 125 في لا ماشين ان شاء الله. هذا الموتور تبارك الله عجبني فيه، وكما كتشوفوا حتى في الشده ديالو زوين، المنظر ديالو زوين. واحد البا وتر كيصدع عباد الله. هذا نديرو ليها كومباريزون، نبقى نكومباريها بزاف. البو ديالو عادي الاخوان، سيلونس هذا اللي ركب عليه، ربما هذاك السيد مبدل له شاكمه فكيعطي الصوت، اما هو الصوت ديالو عادي ما فيش ازعاج ولا شي حاجه. ولكن تبارك الله حاره بزاف. تبارك الله موتور حار بزاف، زوين عجبني 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 عجبني. كنت واخد عليه واحد النظره في شكال ساعة النظره تبدلات الموتور. تبارك الله اللهم بارك. حط 100 حط 100 حط 100. تبارك الله تبارك الله كاتريام حط 100. تخي تخي مانيابل. انا كاين الفرق ما بينه وبين البنيلي هو ان البنيلي حال البنيلي الفرق بينه وبين البنيلي هي البنيلي حانيه بزاف، حانيه شويه لتحت هابطه، ماشي بحال ماشي بحال بحال البايكر زعما. ودي فعلا لان البكر عندها الرويد ديال 18 بخلاف البنيلي عندها 17، فهي حانيه. البنيلي حانيه هذه عاليه واحد شويه، فيها الفيبراسيون بزاف كتفيبري. القضيه ديال الفيبراسيون الاخوان اللي هضر عليه الاخ، الفيديو هذا عنده 4 سنين دابا، باش حطوا هاد السيد هذا عنده 4 سنين كما كتشوف. هذيك الساعات كان فعلا هاد الاصدارات اللي كانوا قدام كان فيهم هاد الفيبراسيون، لكن الشركه صلحاتهم من بعد، من بعد هاد الاصدارات الجداد دابا حاليا حيدوا منهم هاد المشكل ديال الفيبراسيون، بسبب ان كاين واحد البياسه كيسميوها حدافه الاتزان كتكون في الفيبروكان باش كتوازن الحركه ديال الفيبروكان. فالاصدارات الجداد ما فيهمش هاد المشكل هذا ديال الفيبراسيون، لكن في القدام فيهم. ما لك كتفيبري بلا قياس. المهم الاخوان تحيه لهذا الاخ هذا مولاد القناه، راه نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالو القناه ديالو في الوصف. كيجينا بهذا السيبوره ديال الحامل ديال الحقيبه كتجي لاصقه فيه الومنيوم، يعني بدون ما كتحتاج كاع لا تشد عند الصدور باش تعدل له البلاصه ديال التوب كيس لا والو، كتجي لاصقه فيه. ندوزو نديرو ليسانس. في كل 100 كيلومتر كندير 40 درهم، كل 100 كيلومتر كندير 40 درهم. اخي الموتور زوين، بيكر بي 10 زوين. انا كون مشريتش هذا انا شخصيا عجبني صراحه، ملي شفتو في الواقع مباشره. وهذه نصيحه للاخوان، الانسان اي واحد بغى يشري شي موتور حتى يشوفه مباشره، هذه اقتنع هذيك الساعات. انا ملي شفتو مباشره عجبني صراحه، كيبقى غير الاذواق وصافي. هذا عنده واحد الشكل والاخر عنده واحد الشكل، ولكن حتى الشكل ديالو زوين صراحه. إذا كنت مقتنع به اخي شريه ما تندمش عليه ان شاء الله. موتور ممتاز كيعطيك قيمه مقابل السعر. الثمن ديالو ما مأكدش مزيان، واش 15000 درهم ولا 13000 درهم ما مأكدش مزيان. المهم انا نتاكد ونحط لك الثمن ديالو في الصوره. واحد النقطه بغيت نهضر عليها الاخوان، كاين دابا بعض الشركات حاليا ولاو شنو كيديروا، ولاو كيخرجوا موتور 49 سي سي بماكينه واقفه، لا داعي لديك الاسماء. المهم ولا كيحط لك موتور بماكينه واقفه 49 سي سي ما عندهمش بيرمي، يقول لك حقا تعلم فيه. راه 125 سي سي وكتعتبر ماكينه صغيره، 125 سي سي كتعتبر ماكينه صغيره نوعا ما. المهم قاد الغراض وصافي، فما بالك ب 49 سي سي كيديروا بالشكل ديالو كبير، والوزن ديالو راه وزن ديال الفيل. والموتور راه ثقيل تبارك الله، الوزن ديالو 210 ديال الكيلو، ولكن سيلان ديال العصفور، اجسام البغال وسيلان العصافير. هذاك الدخول على 49 سي سي راه الحماقه ديال الاخوان صراحه، الحماق ديال بصح. 49 سي سي على وزن ديال 150 كيلو، عرفتوا 49 سي سي راه ما كاينش في العالم كاع، ما كاينش في شي دوله كيبان لي. انتم تفرجوا بهذا الفيديو هذا.
وانتم الاخوان باش تشوفوا الدوله هذه عندنا كتبيع القرض وكتضحك على المنسله. انا دابا كتبت بالعربيه دراجه ناريه للاطفال ترجمته بالاسبانيه وشوفوا من اللي نحطها في يوتيوب شنو سمعت تعطيني. ها انتم كما كتشوفوا الاخوان ها الدراجات اللي طلعوا ليا. ها انتم شوفوا الدراجه هذه شوف شحال فيها، هي 110 سي سي. ها انتم موتور سي سي. هذا الماطر هذو الاخوه اللي كتشوفوهم كلهم 50 سي سي للاطفال. وين انطونيو؟ ها انتم الاخوان كذلك هذا الموتور هذا سهل ولده ولا شوف شراه لي من 49 سي سي. ها وين كون كذا نيمو هاكي هوي كذلك هذا. ها انتم شوفوا ان ماي تيندا اون لاين تي ان لا غراف موستراليس لاس نو ميني موتورز كنا جينا على الاخوان. بوينو استانس احنا نعلمها كاع شوفوا. ها هي 49 سي سي. ها هي 49 سي سي تس كون تو غاسولينا اسيت دوس تيمبو بارا سي لا بريمسكلا. بوينو امور غوارداو الانتيرو موتو وبزاف ديال الماطرو. ها هو حتى هذا تا هو فيه 50 سي سي. ها هي شي هذا كذلك. ها هي 49 سي سي. ها هي انا نعلم عليه باش تشوفوا. ها هي 49 سي سي. ها هي وبزاف ديال الماطر. ها الاخر تا هو شوف الاخر تا هو ثاني. ها هو جوج كاع. ها هما 49 سي سي وكذلك اللي تحت منه. ها هو 49 سي سي. هاو هز السيد بيد وحده وشوف حنا كيفاش كيضحكوا علينا وكيجيبوا لنا موتور السيد موستاج وقداش انا راكب عليه مسكين وباغي يهز عليه ولادو وباغي يهز به وليداته شحال 49 سي سي. هاو والخطا ماشي ديال الشينوا لان الشينوا كيصنعوا اي حاجه عطيتيها عطيهم غير الفلوس يصنعوا اللي بغيتي. الخطا من الدوله، الدوله ما باغياش المصلحه ديال المواطن. على الاقل الموتور على الاقل خص يكون فيه 110 سي سي على الاقل غير باش يمشي، اما لا بغيتي السرعه وديك راه حاجه اخرى. 110 اقل سي سي خصو يدخل. الدوله علاش دايره هاد القضيه الله اعلم، يعني نتوما راه عارفين كلشي دايره باش توسع المداخل ديالها، تخدم الفوريان، تخدم الديباناز، تخدم شحال من حاجه، تبيع البياس ديال التعديل وشحال من حاجه. للاسف الشديد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. فملي كيسي الشعب مسكين شنو كيدير؟ كيولي ما بين امرين، يعني اما يقبل به هكاك وما يمكنش يزيد له ويحشموا مع الناس، اي واحد رد فو يحشموا معاه. ويلا كان معك شي صاحبك انا نعطيك الحل، دير راسك سالا لك ليسانس وهبط وتفعو انت وياه، وانا ما عرفتش بلي الموتور ديالك فاشل. واما يبريباري ويولي ديما خايف من البوليس. وقع لك بحال هذا السيد هذا. هرب معلم هرب، عفط 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 ما تشوفش من روحك، عفط عفط وحده ما شوف ما تخليش عقلك كاع يدور يفكر. وهاد الماكينه الاخوان، هاد الماكينه الواقفه اللي هي 49 سي سي كيبان السيلان ديالها قداش، هذه اصلا بلا ما تبريباري غادي لك مشكل مع البوليس بلا ما. هذه الماكينه الاخوان اللي قلت لكم ماكينه واقفه، ماكينه واقفه السيلان قداش كيبان، راه كيبان قد البيت تبارك الله 49 سي سي وقال لك حقك 83 كم في الساعه. هذا لا يعقل، هذه مخالف للقوى ديال الطبيعه والجاذبيه وكل شيء. حنا كاملين عارفين 49 سي سي شنو كيدير. استعجبت انا اكثر الاخوان بهذا الموتور 49 سي سي هو ان قال لك الطوب سبيد ديالو هانتوما تشوف قالك حق الطوب سبيد ديالو 83. انا نحلف عليها ان السرعه ماشي حقيقيه، وكما قلت في الفيديوهات السابقه ان الكونتور ديال هذا النوع من الماطر كيكون كونتور سلوكيه، كونتور سلوكيه يعني من عندي يعني طالق عليك سلوكيه الكذوب، كيكون زايد ما بين 20 حتى 30% اللي زايد الكونتور، هذه من عنده زايده. بحال مثلا الا كان غادي ب 80 كيكون السرعه الحقيقيه اللي غادي بها فقط 60 ولا 63. واللي يقول لك كذا ولا كذا قول له انت دير لي توب سبيد بالجي بي اس، دير جوجل مابس حطو تما انا قدام الكونتور جوجل مابس وديك الساعه تعبر لي الكونتور، وديك الساعه دير توب سبيد ديال 49 سي سي، وديك الساعه تصدم الصدمه ديال بصح وتشوف السرعه الحقيقيه اللي غادي بها. فما يكذبوش عليكم الاخوان، والدليل على ذلك هانتوما شوفوا هاد الشراطي هادو اللي كاين في ديال الشانطي، شوفوا الشراطي هادو اللي كاين في جنب الطريق. هانتوما شوفوا كيفاش غتكون. ها
انا نخدم الفيديو. الى لاحظتوا ها انتم شوفوا الاخوان، الى لاحظتوا شوف الصراطي كيفاش كيدوز شويه. انا ملي كنكون راك في البيكر وكنوصل غير 70 كيبان لك الزفزافي والنفنافي خدام، كتبان لك السرعه فعلا ديال بصح، كيبان لك كاين واحد العلامه الخطر. وملي كتوصل 80 فعلا كتحس كاين واحد السرعه اللي هي مجهده. هنا في هذا الفيديو هذا اللي هي 83 كيبان لك الصراطي كيدوزوا بسهوله، غادي ب 60، هادي غادي ب 60 الاخوان، ما يكذبش عليكم شي واحد. انتقاد ديال الاخوان لهذا الموتور ماشي للشكل ديالو، الشكل ديالو ماشي مشكل، يعني الانسان يعني يركب عليه عادي كالانسان ما كيردفش معاه وكيهز فقط واحد الساك صغير، ولكن المشكل هو هاد الماكينه هادي. كان حق لي يدخل 125 سي سي او 150 سي سي على الاقل باش يدخل بلاكه كبيره باش يركب عليه الانسان مرتاح. والثمن ديالو، الثمن ديالو 19000 درهم، راه 19000 درهم الاخوان راه ماشي ساهله. 19000 درهم دير لك بيرمي وتاخذ لك موتور 125 سي سي بلاكه كبيره وتمشي مرتاح وتمشي بوجهك احمر كما كيقولوا، بدون ما تطيح في مشاكل مع المخزن او لا تولي يعني في شي حاجه اخرى ماشي هي دي. الانتقاد ديال الاخوان هو انك تركب اخي الكريم وانت مرتاح بدون ما تصيد كما كنقول، هذا هو اللي كان الاخوان. اما انا ماشي سوقي يكون واخا يديروا فيه حتى 10 سي سي كاع، يعني تخيل معايا وقفوك مثلا في البراج سلام سلام ار الوريقات عايشوف عي في الاول عيبان له راه يسحب له بلاكه كبيره. هذا الواحد كيفاش كيصوب في الاول البوليس يبان له موتور من بعيد يبان له كبير، من العيش والوراق يبان له 49 سي سي، يقول له هذا ما يمكنش، تقول له لا راه تهضر الماكينه كتبان واقفه بس الا كيبان قد البيت، يعني كدير هذه القضيه هذه كدير لا يعني. المهم عاد لقى مشكل مع البوليس سواء عدلتي هذا الموتور ولا ما عدلتيش، اضافه ان هذاك الموتور كيبان مقزب، موتور معزه مقزب باش عتهز بها اخي. انا كنت عجب وشوف الثمن ديالو شحال 19000 درهم وبالتعديل يوصل لك حتى 20000 درهم، ولا هذه لا هذه، وعلاش هادشي كامل 19000 درهم اخي؟ دير دوز البيرمي ديالك بهذيك 19000 درهم، دوز البيرمي وعشري موتور 125 سي سي البيكر. انا كيبان لي البيكر احسن اختيار بالنسبه لواحد يعني عنده فلوس على قد الحال وباغي يشري موتور يسافر به يمشي به في المدينه مزيان، السرعه ديالو مناسبه الثمن ديالو مناسب، احسن اختيار هو البيكر. يعني ماشي هادي كنشكرو لان انا كاسب ولا سو الناس يندوزن البيكر، سو الناس يندوزن اخي ما سونيش انا. الاخوان ان شاء الله نحاول ان شاء الله نبقى ننزل لكم كل اسبوع فيديو، يعني كل اربعاء ان شاء الله مع الجوج ديال بعد الظهر ان شاء الله نحاول نلتزم ان شاء الله بهذا الوقت، بسبب ان عندي مشاغل شويه. دوزت واحد الدبلوم ديال الحجامه، دابا حاليا داير واحد البحث معمق فيها ان شاء الله. اي واحد بغى يدير الحجامه مرحبا به، الحجامه عندها واحد الدور مهم بزاف في الحياه ديالنا، الحجامه عندها واحد الدور مهم الاخوان في علاج الامراض، واي واحد خاص يدير الحجامه، المغاربه كلهم خاصهم يديروا الحجامه، خاصه بعد ما ضحكوا علينا بهذه القضيه ديال كورونا والتلقيح، يعني كاع المغاربه تقريبا الصحه ديالهم تدهورت بعد هذا اللقاح هذا اللي هي الشركه ديال هذا اللقاح هذا اللي سميتها الشركه ديال هذا اللقاح هذا تبرأت منه في الاخر، قالت لهم يعني كنعتذروا ان اللقاح صعيب وكيسبب جلطات وكيسبب امراض وصحبناها. حنا اللي دقينا شنو القضيه كيفاش؟ فانا يبيكم الاخوان ان ضروري خاص الانسان يدير الحجامه باش يحيد هذا السم هذا اللي يدقو في الجسم ديالو. كيبان لي هنا ان شاء الله نساليو الفيديو ديالنا. تبارك الله عليكم الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديرو ابينو.